العقيدة هي الركن الثابت، هي الأساس المتين، هي السلاح الجبار، هي منطلق كل حق وعدو كل باطل، لكن بشرطها وشروطها، ويجب أن تكون مستمدة من الدين الحنيف وطريق النبي الأكرم وعترة آل بيته الأطهار وامتدادهم في الأرض. فمن سار على النهج الصحيح سلم، ومن سار عكسه هلك. أما المواقف فهي الشاهد الحي في كل زمان ومكان على دعم مشاريع الدفاع عن المظلومين والوقوف بوجه الباطل، فالغطاء الشرعي هو الضامن لديمومة المقاومة وذخيرتها بوجه الكيان الغاصب. ولنا مع إمامي النجف وطهران شواهد شاخصة في منار الإعلام والأعلام. أما جنود الميدان فهم كالأوتاد، يطيرون المسيرات، يرعبون المستوطنات، ولا يتركون بقعة في قلب الكيان إلا وكانت بنجا للأهداف. مرحلة تلو الأخرى لا يكلون ولا يملون حتى يكتبون النصر على خطى سيد شهداء المقاومة. محور الحديث في حلقتنا لهذا اليوم راح يكون عن دور المراجع الدينية في مواجهة الكيان الصهيوني الغاصب. الإمام السستاني والإمام الخامنئي دام ظلهما الوارف انموذجا. راح نتناقش بهذه المحاور مع رئيس ممثلية جامعة المصطفى العالمية في العراق الشيخ الدكتور محسن زادة، حياكم الله سماحة الشيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكم كما المشاهدين. أرحب عبر سكايب من بيروت بالباحث في الشؤون الإسلامية والدولية الشيخ هيثم فرحات العاملي، حياكم الله. نعم حياكم الله. كما أرحب الآن برئيس مركز أفق للدراسات الدكتور جمعة العطواني، حياكم الله. أهلا وسهلا، حياكم الله. طبعا راح نتناقش بهذه المحاور مع ضيوف الكرام، ولكن خلونا نفتتح الحلقة بتقرير الزميل شيبان سامي لنتابع أولا. أقيمت ندوة فكرية داخل السفارة الإيرانية في بغداد حول دور المرجعيات الدينية في مواجهة الكيان الصهيوني والحديث عن مواقفها المشهودة في إفشال المخططات الاستعمارية، فضلا عن مساندتها القاطعة للشعبين الفلسطيني واللبناني في مقاومتيهما للمحتلين. لا شك يعني أن دور المرجعية دور كبير في طبيعة ما تعيشه المنطقة بشكل عام وما يعيشه أهلنا في فلسطين بشكل خاص. المرجعية من أول الأمر سواء كانت متمثلة بمقام السيد السيستاني ومتمثلة بمقام السيد خامنئي دام ظلهما أو عموم المرجعيات الدينية أكدت على ناحيتين. الناحية الأولى أن قضية فلسطين هي قضية إسلامية، هي ليست محصورة في بقعة جغرافية محددة المعالم، والجانب الآخر هو في حقيقة الأمر هو الوقوف أمام المشروع، هو الاستكبار العالمي. مواقف المراجع الدينية مواقف أصيلة إيمانية مشرفة مدعاة للفخر والاعتزاز قديما وحديثا، وخصوصا في هذه الأيام وفي هذه الظروف الصعبة موقف الإمام السيد علي الخامنئي وموقف الإمام السيد علي السيستاني والتي أدت إلى امتعال وغضب الأعداء، وهذا يؤكد على صوابية هذا القرار الذي اتخذوه وشجاعتهم في الاستمرار.
ولا يخفى على الجميع دور هذه المرجعيات في تعزيز جبهة المقاومة التي تتصاعد عملياتها لتصل إلى استهداف منزل نتنياهو الذي شكل تحديا مذلا للكيان المحتل وكسر قدراته الدفاعية وتحديدا منظومات الدفاع الجوية. الضربات تزداد على العدو الصهيوني حتى وصلت إلى مكان سكن رئيس الكيان الصهيوني نتنياهو، وهذا إنما يعبر عن طبيعة التصاق الأمة بعقيدتها وبثوابتها. حقيقة هذا الحدث يقرأ من زاويتين، الأول أن المقاومة بدأت بأخذ زمام المبادرة وهي من يفرض المعادلات حتى في البعد العسكري، هذا أول. ثانيا أنه ليس هنالك خطوط حمراء عند المقاومة، وكل الأهداف مشروعة ويمكننا الوصول إليها. حكاية مجد وعطاء خطتها المرجعيات الدينية التي مثلت خطا ثابتا في مواجهة المشروع الصهيوني من خلال إصدار فتاواها ضد داعش الإرهابية ودعم الشعوب المظلومة بالمال والنفس والكلمة. من بغداد شيبان سامي، قناة الأيام الفضائية. من جديد أهلا بكم. أبدأ هذه المحاور مع سماحة الشيخ، ما الذي قدمه الغطاء المرجعي للمقاومة الإسلامية خاصة في هذه الظروف الأمنية وسط هذه التحديات الكبيرة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. طبعا عندما نتحدث عن المرجعية وأدوار المرجعية، أهم دور للمرجعية هو ما أخذ على عاتقه الأنبياء العظام المرسلين من الله سبحانه وتعالى. إن الله عز وجل أرسل الأنبياء هداية للبشر، الأنبياء دورهم دور الإرشاد. المراجع في عصر غيبة الإمام سلام الله عليه، لأنه بعد الأنبياء عليهم السلام، بعد النبي الأكرم، الأئمة الأطهار عليهم السلام هم أخذوا على عاتقهم دور هداية الأمة وإرشادهم. وفي عصر غيبة الإمام المعصوم عجل الله تعالى فرجه الشريف المولانا صاحب العصر والزمان، الفقهاء والمراجع هم نواب صاحب العصر والزمان في إدارة شؤون المجتمع الإسلامي والديني والإرشاد. فالمراجع جزاهم الله خير الجزاء ودام ظلهم كلهم على مر التاريخ قاموا بإرشاد الشعوب والأمة الإسلامية. والمرجعية أساسا كائن بلا جغرافيا، تجد في إيران مرجعا غير إيراني، في العراق حاليا سماحة الإمام السيد السيستاني هو مرجع قد يعود أصوله تعود إلى إيران، أو وجدنا بعض المراجع إلى غير إيران، إلى باكستان، إلى أفغانستان. المرجع كائن لا يتعلق بجغرافيا خاص، لكل العالم الإسلامي ولكل التشيع. نعم. حاليا هؤلاء المراجع يقدمون إرشادات، يمكن طرح المحاور في هذا البرنامج. أنا أرى أنه أول محور قد يمكن أن نسميه أهم محور هو تعزيز روح المقاومة في الأمة الإسلامية، كأهم دور للمرجعية في عصرنا الحاضر الذي بدأ بمحاولات الإمام الخميني قدس الله نفسه الزكية، عندما لم يكن الإسلام عزيزا في وقته، في زمن الشاه، في زمن لم تكن هناك حكومة ودولة إسلامية، وإلى عصرنا الحاضر الذي يمكن أن نسميه عصر عزة الإسلام، والإسلام عزيز منيع، كلمة الله عز وجل هي العليا في كل العالم الإسلامي. نعم. ببركة جهود المجاهدين ومقاومتهم، وكما يقول الله عز وجل الاستقامة حسب الأدبيات القرآنية. يعني السؤال لحضرتك اليوم، المرجعية وهذا الدور العظيم الذي تحدثت عنه وهو امتداد للأنبياء وللأئمة المعصومين عليهم السلام، إلى أي مدى ساهم في معارك غزة ولبنان الأخيرة؟ أختي الغالية، الله عز وجل عندما يأمر المؤمنين بالعبارة واستقم أو فاستقم كما أمرت في نقطتين من القرآن الكريم، وخاصة سورة هود المباركة، ومن واستقم كما أمرت ومن تاب معك. نعم. هذا أمر إلهي بأنه واجب المؤمنين الاستقامة في الشدائد. لو لم يكن توجيهات العلماء وتوجيهات المراجع لفشلت بعد
خاصة بعض هذه الأحداث التي نراها اليوم. اليوم نرى أنه أعظم شخصية في المقاومة الإسلامية ولسانها الطلق ويدها الضاربة سماحة الشهيد السعيد السيد حسن نصر الله، نعم، سيد شهداء المقاومة، بعد أن استشهد هذا الشهيد السعيد، بعد أن استشهد شهيد هني إسماعيل هنية رضوان الله عليهما في عقر دار المقاومة في طهران، بعد أن استشهد الشهيد السعيد شهيد سنوار وهو الذي كافح وجاهد إلى آخر لحظات حياته الشريفة، فقد يواجه بعض الضعاف القلوب خيبة للآمال في مثل هذه الظروف. لكن دور المرجع، دور العالم الديني، دور الحوزة العلمية والمؤسسات الحوزوية، وعلى رأس كل هذه المؤسسات والعلماء والفقهاء المرجع باعتباره أكبر فقيه في زمانه والنائب المختص لصاحب العصر والزمان من كل الفقهاء والمجتهدين المتواجدين في الحوزة العلمية. لو لم تكن جهود هؤلاء المراجع وإرشادات هؤلاء المراجع لرأينا أنه حالة اليأس، حالة الخروج من الميادين، من ميادين المقاومة، تسود في الميدان وتسود على بعض العقول، كما من هو الحال الشرع، يعني كما هو الحال المرجع في غير المجتمعات الشيعية للأسف. ها، في غير المجتمعات الشيعية. إذن المرجع لعب دورا مهما في تحشيد المقاومة في مواجهة الكيان الغاصب. طبعا أساسا الشيعة لماذا الآن ثلة المقاومة القليلة المدافعة عن المقاومة الإسلامية، لماذا هؤلاء الشيعة؟ أنا برأيي الشخصي أنه هو جوهر الشيعة، كنه الشيعة، الثوابت والمبادئ الموجودة في الشيعة علي بن أبي طالب هو مبادئ جهادية ومبادئ نضالية، كما سيد شهداء الصدر الأول من الإسلام الإمام الحسين سلام الله عليه كيف جاهد وخرج ضد الظلم وضد الطاغوت، فهذا يحتوي في داخله من الصدر الأول النضال. لكن هذا الكائن وهذا الاعتقاد الذي وجدناه من الصدر الأول كيف وصل إلينا لو لم يكن هؤلاء المراجع؟ الفرق اللي الآن نشوفه نراه بين الأمة الإسلام، بين الشقين في الأمة الإسلامية، الخط الشيعي والخط السني وخاصة الخط الأموي من السنة، لأنه في السنة أيضا هناك أكثر من خط وتيار فكري. هذا الخطان الفارق بينهما هو الذي يدير الشيعة في كل العالم في كل زمان، وهو مرجع هؤلاء القوم وحاليا المتمثل في السيدين العليين السيستاني دام ظله والخامنائي دام ظله. أستاذ جمعة، ما مدى مساهمة مواقف وبيانات الإمام السيستاني والخامنائي في دعم جبهات المقاومة وإغاثة الشعوب؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية حضرتك سيد فرح وضيف الكريم سماحة الشيخ الجليل ومشاهدي قناة الأيام الأفاضل. مراجعنا وفق الروايات عن أئمة أهل البيت هم هداة الأمة في زمن غيبة الإمام المعصوم، وكما يقول الله سبحانه وتعالى في كتاب الكريم مخاطبا الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم: إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. أئمة الهدى سلام الله عليهم كانوا هم يمثلون الهداية بعد الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك أئمتنا هم الذين أعطونا البوصلة التي يجب أن نتمسك بها في ظل هذا الحالة من التيه والضلال والإضلال التي تعيشها الأمة. فأوصوا بضرورة الالتزام بقول المراجع، أما الحوادث الواقعة فارجعوا بها إلى ثقات رواتنا كما يقول الإمام الحج عجل الله تعالى فرجه الشريف. وبالتأكيد علماءنا مراجعنا يمثلون هم أولئك الرواة الثقات، من هنا انطلقت فلسفة وجود المرجع، ومن هنا التفت الأمة حول مراجع الدين لأنهم يمثلون الامتداد الحقيقي أولا للرسالة المحمدية الأصيلة، وكما نحن اليوم نتحدث عن إسلامين كما يقول الإمام الخميني قدس الله روحه، الإسلام المحمدي الأصيل والإسلام الأمريكي.
وربما البعض كان يؤاخذنا كثيرا على هذه التقسيمات، لكن ببركات طوفان الأقصى أصبحت القضية أوضح من الشمس في رابعة النهار. هنالك إسلام أمريكي بامتياز يبارك قتل القادة، يسمي رجالات الله رجالات المقاومة إرهابيون، ويقفون بقضهم وقضيضهم كل الأنظمة العربية إلى جانب الكيان الصهيوني، وبعض الأنظمة وغالبية الأنظمة الإسلامية هي تقف موقف المتفرج. إذن هذا يمثل ثمة تمييز كبير، لولا وجود المراجع لما عرفنا معنى الإسلام المحمدي الأصيل. هذا أولا. نعم. القضية الثانية بالتأكيد وجود مراجع دين، عندما نتعاطى مع قضايا بسيطة تجدين كل المسلمين من أتباع أهل البيت على وجه الدقة يتحرون الحكم الشرعي الصحيح حتى في المسائل الفردية، هلال شهر رمضان، صيام، حج، غيرها، مسائل عبادات، يذهبون إلى المرجع. فما بالك عندما تكون القضية قضية دم، قضية عقيدة، قضية أرض، قضية إنسان بما هو إنسان. ولكن هنالك من يحرف أستاذ جمعة، خلينا نكون واقعيين، يعني بيان السيد السيستاني فيما يتعلق بلبنان حرف كثيرا، البذل فقط الإغاثة فقط المساعدة، لا يجب أن نقاوم، يعني حرف هذا البيان أو فهم بطريقة خاطئة. ويجب أن لا نستغرب، بل يجب أن نستغرب عندما لا يحاول البعض أن يحرف بيان المرجع على السيد السيستاني. لماذا؟ لأننا نعيش في أمة جزء ليس بالقليل منها هو مع المشروع الأمريكي، للغالبية مع الكيان الصهيوني. هؤلاء المثبطون الذين جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقالوا إن بيوتنا عورة، الله يقول وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. هؤلاء المثبطون هم جزء من المشروع. إحنا الآن عندنا فرز خنادق بكل ما تعنيه الكلمة، حتى قد تكون في داخل البيت الواحد. هذه بركات الإسلام الذي يميز ما بين الحق والباطل. أمير المؤمنين عليه السلام ماذا يقول؟ يقول كنا مع رسول الله نقتل آباءنا وأبناءنا وإخواننا وأعمامنا ولا يزيدنا ذلك إلا إيمانا وتسليما. القضية بعد ما عادت قضية هذا ابن وطني يكون أسمع له بالضرورة، ولا ابن قبيل تكون أسمع له. المعيار أصبح معيار حق وباطل. فهؤلاء الذين يقولون بأن المرجع الأعلى سيد السيستاني يريد فقط من بياناته مساعدات إنسانية، نعم. كيف والإمام والمرجع الأعلى سيد السيستاني يقول لا يمكن في بيانه للمنطقة أن تستقر إلا بزوال الاحتلال؟ كيف يمكن أن يزول الاحتلال بالمساعدات الإنسانية؟ كيف يمكن لنا أن نفسر الإمام السيستاني وهو يدعو العالم كله بضرورة الوقوف مع الشعب الفلسطيني؟ كيف يمكن لنا أن نفسر قول السيد المرجع الأعلى السيد السيستاني عندما وصف قائد محور المقاومة الشهيد حسن نصر الله بأنه بذل جهده من أجل قضية فلسطين؟ هذول الوطنيون عندنا بالعراق، المطبعون عندنا بالعراق، اللي يقولون علينا أن نسير بسياسة النأي عن النفس، ما لنا وذاك. هاي سمعناها. الآن نقول ها هو المرجع الأعلى السيد السيستاني يقول أن السيد الشهيد القائد العلامة حجة الإسلام والمسلمين. هذه كلها مصطلحات يجب أن نقف عندها عندما ترد على لسان مرجع، للمصطلحات أصولية فقهية. بذل روحه من أجل ماذا؟ من أجل قضية فلسطين. إذا نريد نسير وفق منهج الوطنية والحدود والنائب النفس، فكيف يمكن للسيد أن يتباهى سيد المرجع الأعلى بدماء السيد حسن نصر الله لأنه بذل روحه ودمه من أجل قضية فلسطين؟ فلسطين لا مرتبطة جغرافيا بلبنان ولا مرتبطة سياسيا بلبنان، ماكو ارتباط جغرافي، هذه دولة وتلك دولة. إذا عندما يدعو السيد ويتباهى بسيد حسن نصر الله بأنه بذله روحه من أجل فلسطين، بمعنى أن المرجع يقول عندما نريد أن ندافع عن مقدساتنا تتماهى كل الحدود الجغرافية وكل الخصوصيات القومية والإثنية. طيب شيخ هيثم، أجد ترحيب بحضرتك. هل تتفق في أن العقيدة التي يتمتع بها حزب الله هي التي تجعله يتجدد أمام المصاعب بصورة أقوى من السابق؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم جميعا. وعليكم السلام. الأخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. قبل أن أجيب على سؤالك أختي الكريمة، لابد من أن ألفت النظر
إلى أن هذا الصراع منذ أن خلق الله الكون هذا الصراع صراع ما بين الخير والشر، صراع ما بين الحق والباطل. وبالتالي على امتداد التاريخ نرى أن هناك مظلومية هنا وظالم هناك، وكل حادثة معينة تعالج من خلال زمانها ومكانها إلى أن نصل إلى ثورة سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام وما أثرت في هذه الأمة بل في كل الأمم. عندما نتحدث عن المقاومة نحن لا نريد أن نصور شيئا غير موجود. أولا بالنسبة للسيد علي الحسيني السيستاني دام الله ودام الله ظله الشريف وسماحة السيد القائد الإمام الخميني، المراجع الموجودة الآن العاملة والفعالة وإن شاء الله كل مراجعنا عاملة وفعالة. هذا الموقف أنا لفتني في رسالة قبل استشهاده السيد الأمين العام الشهيد سيد محور المقاومة، الرسالة التي وجهها إلى سماحة المرجع السيد الإمام السيد علي السيستاني. نعم. لاحظتم الكلام الذي صدر في هذه الرسالة، لاحظتم آخر عبارة قالها السيد الشهيد لسماحة السيد السيستاني، لاحظتم هذا الشكر العميق جدا من القلب إلى القلب. لماذا؟ لأن السيد الشهيد رضوان الله عليه كان يعلم الدور الكبير والمحوري لسماحة السيد السيستاني. هنا يعني إذا أردت أن ندخل، إلا إذا كان عندك أختي الكريمة أسئلة أخرى. أنا سألتك عن العقيدة لحزب الله اللبناني، يعني كيف يستمد حزب الله اللبناني هذه العقيدة التي تمكنه من الصمود ومن القتال بهذه المعنويات العالية؟ هذه العقيدة هي عقيدة متماسكة، هذه العقيدة هي عقيدة ثابتة لا يمكن أن يتزحزح عنها هذا المقاوم. هذا المقاوم تربى على مدرسة كربلاء، تربى على مدرسة الإيثار والتضحية، تربى على أن الدم هذا الدم ينتصر على السيف، حتى لو أن هناك محطات معينة يمكن أن يسقط لنا قادة فيها فهذا لا يعني أننا توقفنا أبدا. وهذا الشاب والرجل الذي يقف في الميدان ليواجه هذه الآلة الوحشية الهمجية الصهيونية بإمكانياته الموجودة، هو لا يقاتل بهذه الإمكانيات العسكرية فحسب، إنما يقاتل بهذه العقيدة، إنما يقاتل بهذا الثبات، بهذه الرصانة، وهذا ما يجعل من الصهيوني مرتبك في ساحات الوغى وفي ساحات الميدان. ولذلك العقيدة هذه مرتبطة مباشرة بمدرسة كربلاء ومدرسة الإمام الحسين عليه السلام. والمراجع الذين هم امتداد لهذه الثورة الحسينية بعلمهم بفهمهم بوعيهم بتوجيهاتهم بإرشادهم لهذه الأمة، تخيل أمة من دون رأس، هؤلاء المراجع الكرام هم رؤوس هذه الأمة الذين يوجهون هذه الأمة، ولولاهم هذه الأمة تعيش في ضياع، ولولا هذه الأمة تعيش بالخنوع والمظلومية. ويعني أنا أستذكر، أنا يعني كوني من لبنان أستذكر حادثة حصلت في لبنان في قضية فلسطين، في قضية العقيدة، في إحدى الاحتفالات كان موجود الإمام المغيب السيد موسى الصدر، وكان موجود أبو عمار، كان في خطاب الإمام الصدر كلمة قال: اعلم يا أبا عمار إن شرف القدس يأبى أن يتحرر إلا على أيدي المؤمنين الشرفاء. هذه رسالة واضحة، واليوم القدس وفلسطين بدها مؤمنين بدها شرفاء من خلال العقيدة التي يحملونها. طيب سماحة الشيخ، اليوم المعركة مع الكيان الصهيوني معركة سياسية ولا معركة ذات جذور عقائدية ودينية؟ أكيد هي قبل أن تكون سياسية هي
هي عقائدية أيديولوجية دينية. الإمام الخميني قدس الله نفسه زكية عندما كان في النجف الأشرف وبدأ بتدريس الحكومة الإسلامية نظريته الشهيرة نظرية ولاية الفقيه، طبعا هو فصل نظرية ولاية الفقيه وإلا النظرية موجودة من قبل الإمام، هو في دروسه أشار إلى أنه لما سمع لأول مرة القنصل البريطاني في العراق سمع صوت الأذان وسأل من حوله أنه ما هذا الصوت، فدلوه أنه صوت الأذان وفيه دعوة من المؤمنين للصلاة، فقال سأل القنصل هل فيه مضرة لمنافع بريطانيا؟ فقالوا لا، لا تمس هذا الصوت، لا يمس منافع بريطانيا، فقال خليهم يؤذنون كيف ما يشاؤون ومتى ما يشاؤون. فالذي يمس مصالح الطاغوت، الطاغوت حساس بالنسبة إلى هذه المصالح والمنافع. نعم. إذا رأينا أن الطاغوت لا يمنع من طواف بيت الله الحرام ومن تواجد ما يسمى بشرطة في السعودية، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن هو في نفس الوقت يشعر بالخطر من الحركات المقاومة الإسلامية في فلسطين ولبنان وفي الجمهورية الإسلامية والعراق واليمن حاليا. وكما أشار الأستاذ جمعة بأنه يصف بقلب الواقعيات وبتحريف الحقيقة، يسمي الذي يدافع عن نفسه إرهابيا في قلب واضح جدا للحقائق. هذا فيه خوف من هذا النوع من التربية، لأنه التربية الإيمانية يبث على الحركة، لأنه يخلق الهدف، من يخلق الهدف يخلق مساحة للحركة، ومن يخلق المساحة للحركة ويوجه الشخص إلى الهدف فيبث فيه روح العزيمة والحركة، ونجد هذا الروح للعزيمة والحركة في الشعوب المسلمة بعد ظهور الثورة الإسلامية في الجمهورية الإسلامية ببركة أفكار الإمام الخميني الرحيل. طيب لماذا هذا العداء للجمهورية الإسلامية الإيرانية؟ يعني اليوم أنت عندما تسأل أي شخص ربما في العالم الإسلامي من عدوك الأكبر، الكيان الصهيوني ولا الجمهورية الإسلامية؟ لربما يجيب الجمهورية الإسلامية، لماذا؟ طبعا الجواب السهل لأنها عدوة لأمريكا. الجواب الأعمق لأنها ما تحدث عنه في التوحيد القصوري والتوحيد القبوري، تارة التوحيد يضرب القبور. كيف يضرب القبور؟ تسوية القبور مع الأرض، ما يسمى مثلا ما حاليا نراه في الحركات التوحيدية ورفع الشبهات عند الوهابية، أنهم يدورون عن التوحيد في تسوية القبر من الأرض. زي. لا سمح الله لا يصير شرك، لأنه إعلاء القبر من الأرض من وجه الأرض يعتبر شركا عندهم. زي. هذا توحيد قبوري، لكن هذا التوحيد لا يضرب قصور الطاغوت. والتوحيد عند الإمام الخميني، عند الإمام الخامنائي، عند السيد السيستاني هو توحيد قصوري وليس قبوري. التوحيد القصوري هو الذي يضرب رؤوس الشرك وأفكار الشرك واستراتيجيات الشرك واستراتيجيات الذي يسميه الإمام الخميني، يسمي أمريكا الشيطان الأكبر. ليش الأمريكا الشيطان الأكبر؟ لأنه أمريكا هي التي تتحرك من بعد أكثر من 10,000 كيلومتر ليتدخل في شؤون الشعب المظلوم العراقي داخل العراق، ليتدخل في شؤون اللبنانيين في لبنان، الأفغانيين في أفغانستان، حتى شرق آسيا في اليابان، في أندونيسيا، ماليزيا. المشكلة أنه العدو واضح، لكن المشكلة بتغيير التسميات والتلاعب على العقول. يعني لا، الولايات المتحدة جاي حتى تساعد، الولايات المتحدة جاي تنطي دعم واستشارة، وكأنما قاموا يصدقون الباطل على الحقيقة المطلقة سماحة الشيخ. نعم، هو تتحرك هي الولايات المتحدة عبر أجندتها، الإعلام أجندة الولايات المتحدة، الحكام الذين إذا أختي الفاضلة برأيك لماذا الآن الحكام، بعض الحكام للبلدان الإسلامية
ما يقول المثل العربي أكثر ملكيا من الملك مو؟ فليش هؤلاء أكثر يهوديا من اليهود حاليا؟ لأنهم يعرفون أنه تواجدهم في القوة ببركة أو لسبب أنه متحالفون مع أمريكا وإسرائيل ربيبة أمريكا. إذا سقطت إسرائيل في المنطقة تسقط كل الحكومات العربية الزائفة الغير الشعبية التي تستند بدلا عن الاستناد إلى الشعوب تستند إلى القوى النظام الهيمنة ونظام السلطة. نعم. طيب دكتور جمعة، بصراحة كنا نسمع هواي فتاوى أنه إذا فجرت نفسك راح تروح تتغدى ويا الرسول، إذا فجرت نفسك راح تروح تتعشى ويا الرسول، لكن للأسف ما شفنا ولا فتوى واضحة تتيح الجهاد في سبيل الله كما أتاحوها في العراق في فلسطين المحتلة ضد اليهود. الأمر واضح ست فرح، ابتداء الذي قال لأوباش داعش إذا فجرت نفسك فإنك تذهب مع الرسول، سواء كانوا ما يسمون أنفسهم علماء أو رجال الدين، هؤلاء اليوم قد كشفت كل عوراتهم. أين هم الآن؟ يعني حتى لو قبلنا تنزلا بأن من يقتل مسلما في العراق يذهب إلى رسول الله ويتعشى معه، فمن باب أولى من يقتل صهيونيا أن يذهب إلى الملكوت الأعلى. أين هذه الفتاوى؟ لأننا نتحدث حالي. هذا هو معيار الإسلام الأمريكي، الإسلام الأمريكي المبني على أساس ماذا؟ على أساس أن نكون عبيد، بل يجب أن نحسن العبودية، هذا أولا. والآن تلاحظين كل أمراء الخليج هم عبيد ويحسنون العبودية لأمريكا والاستكبار العالمي، وقالها ترامب بضرس قاطع دون أن يحافظ على قطرة من ماء وجه محمد بن سلمان، أنتم بدوننا لا تبقون في الحكم أسبوعا واحدا، دون أن نسمع ثمة ردة فعل. لماذا؟ لأن هذه هي مقاساتهم. وكذلك الإسلام الأمريكي الذي صنع البريطاني، الذي صنع محمد بن عبد الوهاب، المبني على أساس ثقافة وفكر وعقيدة محمد بن تيمية، مبني على أساس تكفير الآخر، تكفير الآخر المسلم، أما غير المسلم لا شغل لهم به. لماذا؟ لأنه هو هذا صناعة أمريكية، صناعة بريطانية. فهنا يجب أن لا نستغرب كيف أن هؤلاء الآن كانوا يطالبون بقتل العراقيين والآن لا وجود لهم، بل هم الآن يطالبون بقتل الشعب الفلسطيني. الشعب الفلسطيني مسلم إنسان وفق المعايير الإنسانية، اثنين مسلم وفق المعايير الإسلامية، ثلاثة حتى وفق حساباتهم الطائفية التي قتلونا فيها تحت ذريعة صراع سني شيعي في العراق، أيضا هم سنة وفق الحسابات المذهبية وسلفية أيضا وفق الحسابات السنية الأدق من إذن أقول رغم كل هذه الحسابات نراهم يصفون السنوار التي قطرة دم من دمه الزكي الطاهر تشرف كل رجالات وقادة الأنظمة العربية، يسمونه إرهابي، وهذا طبعا وظيفتهم، هذه وظيفتهم. أكثر من هذا، الآن لأنهم هم يشعرون بحالة عار، الأنظمة العربية والخليجية على وجه التحديد أكو مشكلة قاعد يواجهوها. لما هم ركبوا موجة التطبيع وارتبطت مصالحهم بمصالح أمريكا والاستكبار العالمي، لا بد أن يدينون بالطاعة علما للغرب وأمريكا، ولا بد أن ينفذوا كل الإرادة الأمريكية من خلال طمس هوية فلسطين وقضية فلسطين، سواء في الأنظمة العربية أيام القمة العربية نستنكر ونشجب وندين ولا غير ذلك، حاولوا أن يسوفوا القضية وأنزلوها من بعدها الإنساني إلى الإسلامي إلى العربي، حتى قيل أن فلسطين قضية العرب المركزية، إلى أن أصبح الصراع ما بين فلسطين وما بين الكيان الصهيوني، ثم أصبح الصراع ما بين غزة وما بين الكيان الصهيوني. ليس هذا فقط، الآن غزة في نظرهم أصبحوا إرهابيين. هنا عندما انبجس نور الإمام الخميني وتحولت إيران التي كانت هي في ركب المشروع الأمريكي إلى إسلام محمدي أصيل، هنا أحرجت الأنظمة العربية والخليجية. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى طبق واحدة من أكثر السنن الإلهية عجيبة. بسم الله الرحمن الرحيم، يقول الله سبحانه وتعالى: فإن تتولوا أيها العرب، أيها الأنظمة العربية، فإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وبالفعل عندما تحولت القضية من قضية العرب إلى قضية الإسلام المحمدي الأصيل أصبحت قضية أمة، أصبح اليوم العالم بكله
يقاتل الإسلام المحمدي لكن دون أن يحقق أي نتائج. رقعة في غزة بمقدار هذه مئات كيلومترات عام كامل، وغزة ورجالات غزة ومقاومة غزة محاصرون برا وبحرا وجوا، لم يستطع الاستكبار العالمي أن يحرر 100 أسير. لماذا؟ لأن هذا المحور هو محور الإسلام المحمدي. طيب، أصلا هذا فيما يتعلق بعلماء التكفير والخط الوهابي وغيره. اليوم احنا عندنا مشكلة أنه من السنة، من الخط السنة الحنيف، لا نرى فتاوى تساعد أو تدعم القضية الفلسطينية. ربما أضعف الإيمان هم ساكتين، أو يكتبون تغريدة وبعدين يمسحوها، أو ما يعطون الشهيد الفلاني حقه، أو يسكتون عن الكثير من الفظائع والجرائم. هذولا في أي خانة أستاذ جمعة؟ هذه هي نفس الخانة. شوفي، لما الإمام الخميني قدس الله نفسه، ذلك الرجل الإلهي الاستثنائي، أنا دائما أقول أنزلوه أو نزلوه من العصمة وقول فيه ما شئتم، شخص مكامن خلل في الأمة. الصراعات الطائفية المذهبية هي أكبر سلاح يفتك بالأمة، حتى لديه مقولة مشهورة يقول: نحن نتصارع، هل نكتف أيادينا بالصلاة أم نسبلها، والعدو يريد أن يقطعها جميعا. هنا عندما شخص مكامن الخلل قال: تعالوا إلى كلمة سواء. الجامع المشترك لكل المسلمين القدس والشعب الفلسطيني، وضع أسبوع الوحدة الإسلامية وإلى غير ذلك. هنا تخلوا عن فلسطين بقضها وقضيضها. وأنا قبل بضعة أيام وقد وجدت رسالة أو بيان صدر من الشيخ عبد الملك السعدي العراقي، الذي أكبر صراع طائفي أججه في أيام الفتنة الطائفية التي حصلت في أيام داعش. قلت الحمد لله والشكر، المهم خرج لنا عبد الملك السعدي وهذا بيان في قمة الإرهاب الأمريكي الصهيوني على أبناء الشعب الفلسطيني وإبادات جماعية، وعلى العالم أن يثر علمه. وإذا بالعبد الملك السعدي: تمخض الجبل فولد فأرة. أمام هذا الكم الهائل، آلاف الأطنان على شعب مسلم فلسطيني أعزل، نجده يصدر بيان يرفض إقرار قانون الأحوال الشخصية، تعديل قانون الأحوال الشخصية. تخيلي إلى أي مستوى من الانحطاط قد وصل هؤلاء الذين يزعمون أنهم علماء أمة. مثل هذا الإنسان شو عرف؟ هذا يدور في فلك التطبيع الأمريكي. هذا هو الذي نتحدث عنه، أنه إسلام أمريكي بامتياز ستفرح. وإلا الآن متى 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 عندما نتحدث نستحضر التاريخ، يعني لم يحصل حتى في عالمنا الإسلامي الحديث والمعاصر إبادة مثل هكذا إبادة. إذن أنت عندما تكون وصي على أمة وتزعم بأنك أحد علماء الأمة، متى علمك، فقهك، أحكامك تصدرها وأنت ترى شعب أعزل يحاط؟ كان فقهه على الشيعة في العراق فقط. إذن هو هذا الإسلام الأمريكي، هذا الإسلام الأمريكي. طيب أستاذ سمحت الشيخ هيثم، يعني أين العلماء المسلمين مما يحدث من جرائم، من مجازر في لبنان، في قطاع غزة؟ يعني كنا نلاحظ أن هنالك فتاوى تكفيرية على العراق، على الشيعة على وجه التحديد، أما اليوم اختفت هذه الفتاوى ضد الكيان الصهيوني وجرائمه. أختي الكريمة العزيزة، على يعني عن من تسألين؟ هؤلاء في سبات عميق. هؤلاء أصلاً هم ضمن المشروع الصهيوني الأمريكي. لو أردنا وما حدث في العراق وما حدث في سوريا، والذين الذين كانوا يطمحون في العشاء أو الغداء مع الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم والرسول منهم على هؤلاء الذين شوهوا صورة الإسلام، وهذا ما هو كان مطلوب منهم، أن يظهروا إسلام على هذه الشاكلة وعلى هذه الصورة، أن الإسلام إسلام ذبح وقتل وقطع رؤوس وأكل أكباد، وأخذوا فكرتهم من آكلة الأكباد. هؤلاء لا تنتظر منهم أي شيء، لا فتوى ولا دعاء ولا إذانة، لأنهم مأمورون. هؤلاء عبيد مأمور. هؤلاء أدنى من العبيد، أدنى بكثير من العبيد. اليوم كثير من هؤلاء الذين نتحدث عنهم برز في آونة كانت فيها داعش. ليش برز؟ العرب غير الأولى
وكانوا يسكنون في دول معروفة ومدعومون من هذه الدول ماليا وغير ماليا، وعلى رأس من يدعمهم الذين يدعمون هذه الدول التي تأوي هؤلاء هي أمريكا والصهيونية العالمية. هل تنتظرين من هؤلاء أن يأخذوا موقفا في هذه الحالة الإنسانية؟ لا، أنا لا أنتظر سماحة الشيخ، أنا لا أنتظر، ولكن اللافت في هذا الموضوع أن هؤلاء العلماء وبعض المؤثرين بدأوا ينكلون بالمقاومة، بقيادات المقاومة، يحثون، لا بل يتعدون إلى أكثر من هكذا، يتكلمون باسم الإسلام أن ما تقومون به من مقاومة هو إرهاب. يعني هنا اللافت في هذا الموضوع. المشكلة الرئيسية منذ زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الآن هي المشكلة مع المنافقين، ولذلك القرآن الكريم صورة كاملة متكاملة باسم المنافقون. هؤلاء أخطر من العدو يا أختي العزيزة، هؤلاء أخطر من العدو. العدو معروف أنه هذا عدو ونقاتله ويقاتلنا والميدان بيننا وبينه. أما المنافق فهذا أخطر بكثير من الذي يحاربك وجها لوجه، لأنه هذا يمكن أن يطعنك في الظهر، وهؤلاء طاعنون في ظهور الأمة. هؤلاء طعنوا في فلسطين وفي القدس، بالأصل من باع القدس وفلسطين؟ راجعوا التاريخ، اقرأوا في تاريخ آل سعود كتاب معروف، اقرأوا من باع فلسطين ومن أعطى فلسطين لليهود، ولماذا هناك أزمة اسمها أزمة فلسطين وقضية فلسطين. نرجع على الأساس، الأساس إيه؟ هم هؤلاء الذين أجدادهم وأجداد أجدادهم هم الذين باعوا فلسطين لليهود. فهل نحن ننتظر منهم أن يقاتلوا الصهاينة؟ لا، بل هم يقاتلون إلى جانب الصهاينة، إن لم يكن بالسلاح فبالمواقف. فبالتالي هؤلاء ليسوا علماء، أنا أرفض أن يقال عنهم علماء. إذن ماذا يقال عنهم سماحتك؟ عبيد. نعم. طيب لماذا هذا يعني اليوم هنالك ما يصور أن الكيان الصهيوني الولايات المتحدة قوة لا تقهر؟ طيب ما نحن في عقيدتنا وفي قرآننا الكريم كم من فئة قليلة غلبت فئة كبيرة بإذن الله؟ هذا حدث قرآني واضح في معركة بدر. لماذا يسعى هؤلاء العبيد كما أسميتهم إلى أن يزرعوا في قلب المسلم أن الكيان كيان لا يهزم، أن الولايات المتحدة لا تستطيع أن تقف في وجهها؟ لماذا هذا التخويف والتهويل؟ هذا يا عزيزتي، هذا من ضمن ما نقول نحن باللبناني عدة الشغل، هي عدة الشغل. نعم، يبدو أنني فقدت الاتصال، سيعود الأخوة الاتصال به من جديد. إذن سماحتك هل لك أن تجيبني على هذا السؤال؟ لماذا هنالك من يزرع الخوف والتهويل في قلب المؤمن خلال مواجهته للكيان؟ لأنه أساسا ليس عنده مبادئ الإيمان، والذي لا يعتقد بالمبدأ والمعاد وهمه بطنه، فعلى ماذا يتحرك وعلى ماذا يجاهد ويكافح؟ هذا الجهاد والنضال لابد وأن يكون لهدف أسمى من العيش ومن اللقمة. طيب، إذا ما عنده الاعتقاد بالله عز وجل وبيوم القيامة وبالمبادئ الإيمانية، فأساسا هو حاله حال الكفار. زين حضرتك هسه قلت هم على بطنه، زين هو حتى هم على بطنه هذه الفقرة ممكن تنشال، لأنه ممكن أي ساعة يدخل الكيان الصهيوني يدمره أو ينسفه. لا يدمره، لأنه الكيان الصهيوني هو الذي أساسا زرعه في وسط المؤمنين المسلمين. هذا العالم السوء، إذا سماحة الشيخ سماهم بالعبيد، هم يمكن نسميهم بعلماء السوء، علماء السلطان كما هو حال لسان الروايات. علماء السلطان هم أو الأدبيات القرآنية يصفهم بالملأ. الملأ هم من يزينون، هم أولا حاشية الملوك والسلاطين، السلطان الذين يزينون الأحوال، الحكم السلطان للشعوب، وكذلك
يصدرون بعض الفتاوى لحال الملوك ولحال السلاطين من المبادئ الإسلامية حسب علمهم وحسب مثلا الفتاواهم. فهؤلاء عندما يتواصلون ويا السلطان كما قلنا سابقا، عندما يسقط السلطان يسقط علماء السوء ويسقط علماء أو هذا الملأ، ولهذا هو متصل بالشيطان، من يسقط الشيطان هو أيضا يسقط، فعليه دعم الشيطان على عكس عالم الشيعي، على عكس الخط المرجعية الذي هو أساسا من المؤمنين رجال. فهذا الرجال هو للأسف في الخط الأموي المشكلة، مشكلة عدم وجود الرجولية. رجال صدقوا معاهد الله، الخط الأموي ما عنده رجولية حتى يفي. نعم، إيش عنده لعد؟ بعد عند هذا ما تحدثنا عنه أنه الأكل والشرب. طيب، ليس إلا. إذن دكتور جمعة، يعني هسه إحنا ما اكتفينا بأذاهم ولا قنابلهم ولا جرائمهم، النوب إعلامهم بدأ يسلط الكثير من التقارير، يوصفنا بالإرهابيين، يوصف المقاومة بأنهم إرهابي، وإذا كل هذه المسميات. سيد شهداء المقاومة قدس الله نفسه الطاهر دائما يكرر مقولة الحمد لله الذي جعل أعداءنا من الحمقى. هذا الوضوح في مواقف الأنظمة الخليجية والعربية على الصعيد السياسي، على الصعيد الإعلامي، على الصعيد الثقافي، على الصعيد التطبيعي، وفر علينا كثير من الوقت والجهد حقيقة. ربما لو كانت مواقفهم فيها ضبابية هذه الحلقة لا نتحدث عن إسلام أمريكي وإسلام محمدي أصيل، لأن مصادقة ربما تغيب عن كثير من الناس. أما في هذه المواقف وفروا علينا كثير من الوقت والجهد، ولهذا عندما تجدين مواقفهم الإعلامية كما ظهر قبل أيام في قنوات سعودية، وكذلك مواقفهم على مستوى السوشيال ميديا، هذا يعبر عن انحياز كامل وكبير. مو انحياز كامل حقيقة، وإنما هو يعبر عن انتماء. ستفرحك وقضية غايبة عنا تقريبا بشكل كبير. شنو؟ بالجزيرة العربية أكو قبائل يهودية، بنو قريظة، بنو قينقاع، بنو النضير، ذولي خو وين أنسابهم الآن؟ سلالاتهم وين؟ موجودة لو ما موجودة؟ طبعا موجودة، موجودة بالجزيرة العربية. طبعا. القدر المتيقن، القدر متيقن بالنسبة لي أن آل سعود وأتباعهم من أمراء آل سعود هم ينتمون إلى إما بني قريظة وبني قينقاع. فالانتماء بالدم هو انتماء صهيوني، الانتماء بالمواقف السياسية انتماء صهيوني. يعني أساس بعض الإعلام العربي نستطيع أن نقول أنهم صهاينة لو متصهينين. الصهاية، شوفي، ليس كل صهيوني يهودي، قد تجدين صهيوني عربي، قد تجدين صهيوني ينتمي إلى قوميات أخرى. نعم. لكن بالنتيجة النهائية المواقف هي التي تحدد الانتماءات. إحنا الآن في حالة فرز خنادق بشكل واضح وبشكل صريح، ولهذا أنا ما أستغرب من عدهم لما يستهدفون. نعم. محور المقاومة، رجالات المقاومة، علماء المقاومة بأنهم إرهابيون. نعم. أو غير ذلك. شكرا جزيلا رئيس مركز وفق للدراسات الدكتور جمعة العطواني، حياكم الله. شكرا جزيلا رئيس ممثلية جامعة المصطفى العالمية في العراق الشيخ الدكتور محسن زادة، شكرا جزيلا. أيضا سماحة الشيخ الباحث في الشؤون الإسلامية والدولية الشيخ هيثم فرحات العاملي، شكرا جزيلا، وأعتذر بسبب انقضاء الوقت، ولكن شكرا جزيلا على كل ما تفضلت به. ختام محور حديث حلقتنا لهذا اليوم سيكون بأبرز ما جاء في منصة إكس حول دخول عمليات حزب الله اللبناني مرحلة جديدة، وآخرها عملية استهداف منزل نتنياهو. لنتابع.
الحصاد انتهى لهذا اليوم، شكرا على كرم المتابعة وتصبحون على خير.